جنان في الميدان يعني في مصيبة، ومصيبتنا اليوم في منطقة الجليب. يبو 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 يبو. حفرة يغرس فيها نساف. أساعدك؟ أبيكم بس تشوفون شلون راح يدخل هذا الباص المنطقة شوية ويطيح عليه أو على أي سيارة. وي 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 وي. شنو فيه؟ شنو صار؟ لا كسر التاير؟ هذا الطريق واجد مشكل. أنا أفكر أنا داخل بلاد موجود، هذا مو كويت طريق هذا، ولا هذا واجد مشكل، هذا بس حالاته الخربطة. نويا مجبور قاعد أدش هني عشان دوام أهلي. عمرها ما بتتصلح، تتصلح وترجع تبوس تاني. جسر هذا مو مطب، والله جسر. يقال والعهدة على الراوي إن في باص علق هني وما قدروا إنه يشيلون الباص إلا بالونش. واحدة من أسباب ازدحام السادس هذا الشارع، هذا الشارع مرتبط بإشارة وجسر حيوي. اللي رايح الجهرة، اللي جاي من المسيلة، لحظة تعال تعال. الشارع الفرعي هني الإشارة، شوف الإشارة شلون واقفة. طبعا احنا بالشارع هذا هني في إشارة على فكرة، يعني شوفوا الإشارة خضراء بس الشارع واقف. شوف أمة لا إله إلا الله، الشارع واقف من تحت الجسر. كأنك جاي من الجهرة على السادس، تبي تاخذ يمين وتروح الجليب، واللي بيروح اشبيليا ياخذ يسار. والله شنو هذا عصبي واجد نفس. والله هذا من 2020 وانا اسولف فيها. طريق خراب. هذا خربوطي طريق. ايه هذا كله ماي. هذا كله ماي من المدار. في مواطنين هني قاعد داوم بالبنك. ليه متى؟ صالون انا قاعد اكلها. انا صالون بعد نازله. الهيئه كلها رايحه بسبت هالدخله هذه. اوبا. شنو في يا زول؟ شارع الحمد لله. يلا زبط زبط. طريق 100 100. يقول طريق 100 100. شارع ثاني مرة تشوفيه تقولي بحر. يعني تاخذ شاي كشري وتقعد. مين يخشى؟ طبعا الشارع خربان على مد النظر. يلا خليني اجيك اجيك اجيك. بسرعة بسرعة بسرعة. تعال امشي وياي امشي امشي. وانا امشي وياك تعال يمين. يمه يمه. يلا يلا جايتك جايتك. بسم الله. هليبة. شارع كذي نفق كذي، انت بالله عليك. بعمرك شفتي جسر حد شارع واحد؟ يعني ظل سيارتني يمكن اكثر من يعني ساعه ونص ساعه. تقول الحفره يغرس فيها نساف؟ اي والله انا قلت لكم ان هي حفره يغرس فيها نساف، يعني انا ما غلط. انا شايفه هذا الطريق السيارات كل يوم تدش على الارض. أيه؟ وتطلع. يعني احنا امس جينا بالليل تقريبا علقنا 20 دقيقه وما دخلنا، فجينا اليوم بالنهار عشان نصور وتكون الصوره اوضح. كم دقيقة على ما دخل؟ بس اعبر هذا 10 دقائق. 20 دقيقة. نص ساعة. نص ساعة عشان ندخل الشارع الرئيسي نجيب العمال بتوعنا. انا صدمتك اني فجأة دشيت، بس هو سلم دخلت انا. كلنا ندري ان الشوارع تعبانة، ولكن احنا قاعد نسلط الضوء على بعض الشوارع اللي تكون حيوية. هذا الشارع اذا استمر بهذا السوء زحمة السادس راح تستمر معنا. لا 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 لا. هذا ثاني مرة خلاص. ثاني مرة خلاص. ايه رأيك بالشارع الجميل ده؟ ده يطهق. يطهر؟ لا يطهق. يطهق. اي والله. مصيبة مصيبة مصيبة. ان شاء الله دوم هالابتسامة. قاعد يضحك. والله ستايل نظارة وكاشر. لا 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 مو مشتايل انا بس. لا والله كاشر. اوكي. مشكور. مشكور هذا. مشتايل 100 100.